استقبل معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس مجلس الأعلى للصحة في مقر المجلس سعادة السيد نيتسان هوريت وزير الصحة الإسرائيلي والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارته الرسمية لمملكة البحرين. وفي بداية اللقاء رحب معاليه بالوفد الزائر مؤكدا أهمية مواصلة تعزيز فرص التعاون بين الجانبين وبما ينعكس على تنمية العلاقات بمختلف الأصعدة بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل. وأكد رئيس المجلس الأعلى للصحة بأن مبادرات تطوير القطاع الصحي في البحرين تحظى بدعم لا محدود من لدن جلالة الملك المفدى ومتابعة مستمرة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. ونوه رئيس المجلس الأعلى للصحة خلال اللقاء بتعزيز التعاون الصحي بين البلدين من خلال توقيع مذكرة التفاهم بشأن التعاون في المجال الصحي، والتي تضمنت تبادل الخبرات ومجالات مكافحة الأوبئة العالمية وإدارة الطوارئ. وخلال اللقاء استمع الوفد للشرح المقدم عن دور المجلس الأعلى للصحة في وضع ومتابعة تنفيذ الخطة الوطنية للصحة، ومن بينها برنامج الضمان الصحي الوطني، والذي يمثل أحد المشاريع الاستراتيجية لتحسين جودة الخدمات الصحية في المملكة. كذلك تم تقديم عرض حول تجربة البحرين الناجحة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا. هذا وأشاد الوفد الزائر خلال اللقاء بمستوى المنظومة الصحية بمملكة البحرين والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والرقابية التي اتخذتها مملكة البحرين في سرعة التصدي لفيروس كورونا، منوها بمستوى كفاءة الطواقم الصحية الوطنية المؤهلة والتي تعمل في مختلف مرافق القطاع الصحي بمملكة البحرين.